اي مدام هو خذلي الفكره خلينا نكمل معاه ديريكتومون خاطر قال حاجات مهمين ياسر تاع 80,000 طن و 400 سنه معناتها يقعد البلاستيك باش تصير له ديغراداسيون. العباد هذوما قاعدين يخدموا في خدمه على البيئه والمحيط ولي برودوي ريسيكلابل. قال وي مي معناتها يعطيهم الصحه مي زاد لو رول تاعنا نحن تاع المواطنين دور تاعنا المواطنين التوانسه سي معز راهو المواطنه ما ثماش كان اعطيني ونحب ناخذ فما زاد لازم تقوم بواجبك. معناتها اذا كان نحن نعملوا ايفور شويه ما حسناش بالعباد هذوما باش يقعدوا نساء تهز في 100 كيلو نجموا يخدموا حاجات اخرين ما ارقى ويدخلوا فلوس مخير وكل شيء. لبان اوردور مثلا فما عملوهم هذو التجربه في تونس تفكرها تاع التسعينيات البلاستيك واحد شنو سنه با مارشي عليه ما مشاتش خاطر المواطن ما اداش واجبه في الحكايه هذيا. انا شفت اكسبيريونس شفتها في ولايه سوسه على وين نحطوا الفضلات هذوما اللي بان اوردور عاملينهم تحت عاملينهم في وسط القاع وسي معناتها حاجه خارقه للعاده لا تشم روايح خايبه لا تشوف الشيء مفرط والقطاط يخرجوا شكاير معناتها شوف الجيستيون تاع الفضلات تاعنا في تونس راهو يلزمنا نعاودوا نخموا فيها البلديات والمواطنين الزوز المواطنين زاد نحن رانا ماناش نقوموا بواجبنا بربي سي هذا كي تلقاها في ساشيرة راهو الناس تطيش من الكراهب من شبابك وتطيش من السانكيام ايتاج راهو فما عقليه والله يعيب فما عقليه راهو فضايح قاعده صاير. سليم قال حاجه مهمه يا سلام. شفت الشخص اللي لهنا ويبدا يطيش في البوبال نابورت كومون ويطيش كي يسافر لبرا يقول لك يبدا شاد بوزه بلاستيك يمشي بها 500 متر وكيلومتر حتى يلقى بوبيل باش يحطها في البارتي اللي تاع البلاستيك بربي خاطر يخاف لا يتخطى وعلى ما خاطر يتخطى بالوقت ما يترحمش في هذا. سيد العميد انا من اكثر نهار من حزنت فيه يمكن على جاء في الموضوع هذايا كنا 30 ميل داخل البحر كنت مع صديقي ولوح الشباك نتاعو في غرق 200 متر ليلة كاملة شباك تحت الماء فما جبدهم أقسم بالله راو منظر يحزن القلب الساشيات أكثر من الحوت في عمق 200 متر البحر التونسي بعادة 60 كيلومتر داخل في شاطئ الهوارية داخل والساشيات نتذكرها كيف تو عملنا منهم كومة في ظهر الفلوكة من تالي قلت له روحوا بهم ورجعوهم وحطوهم ملزم على خاطر ما كومش دارين إيش قاعدين تعملوا وخاصة نعاود أكجمع لي لوحوا في الزبلة في الويديان راهي باش ترجع لك في كرشك راك طايش الزبله في الواد باش تمشي للبحر وتدخل البحر لداخل هاك البلاستيك والخمج الكل باش يدخل البحر باش يهزوا اول مطره تهزوا غاديكا ثم يرجع لك في كرشك لانه الحوت اتضح بالكشف اللي هو يقرض يبدا يقرض في البلاستيك وياكل في البلاستيك. اذا يهديكم الله اتقوا الله في بحار تونس في بيئه تونس راهو عيب علينا نعملوا فيه وقداش مره في الاوتوروت نشوف نسوق ويتحل الباب ويطيش فهمتني يطيش ساشي نتاع كسكروت وعليها ودكانات وحكايات والله شيء حزن القلب واضح وبربي راهو حتى البربيش يستغلوا فيهم راهو هما يهزوا لي دي سونتر نتاع تجميع كراجات على دبوات على غيره ما يعلم بها نهار كامل كيما جماعه المناوله معناتها بالضبط 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 وبعد تاخو 3500 فرانك 4500 5000 راهو اللي يسلكها ياخو 10,000 نهار وهذاك البرباش اللي يبدا من الصباح هو يلم ومن بعد الجماعه هذوما اللي عندها الفلوس وتكري الدبوات وتلم الدبابس في شكاير هي اللي من بعد تبيعهم بعشرات الاضعاف ماني حتى هو كي يسترزق بربي اعطيهم على الاقل حق هما راضين بالمشاكل والهم اللي هما عايشين فيه يعلم بهم ربي وانتم تزيدوا تستغلوهم مع هذا يا زيد وانا هاو ساكتفي بهذا القدر ونسكت توا الصباح شعلينا كما تقول كل مرأة تونسية بعد ما تحكي الحكايه الكل تقول خل نسكت خير توا 47 دقيقه تفضل دكتور جوست عندي تعقيب صغير على البيئه والمحيط عندي سؤال نحن صغيرات نقريهم في المكتب اي هما صغار نعلموهم يحترموا البيئه والمحيط نعلموهم لو سيفيزم تيوريكمون وي بالكدا اسكو قاعدين معناتها نوعيو فيهم بالكدا باش يبدا هو يولي له معناتها ان ريفلكس هذاك
طيب حلو الدوسي هذا. رسميا كيلو البلاستيك، شكرا هيفا، تقول لي كيلو دبابز ب 500 ملي، كيف يوزنوهم الكيلو ب 500 ملي؟ هذا في عام 2021، شوف قداش يزمو يلم ب 500 فرنك، وهذوما راهو ارقام رسميه وهذا اللي قاعد متعامل به. نمشيو لبرتا فواياج ده.